بسم الله. وصفتنا اليوم غتكون هي الدجاج بطيب الفومي. دونك ديروهم بسيط، لا ديروهم بريوات اللي بغيتو، دي سيجار اللي شقت لكم. المهم في الامر هو الحشوه شنو هي. شنو عندي هنا؟ الكميه الدجاج اللي بغيتو اللي تعجبكم واللي غتكون مناسبه لكم. العطريه شنو عندي هنا؟ عندي هنا العطريه المكسيكيه، دونك كتبع عند موجودة متوفرة عند مولي الحلويات اللي كيبيعوا المسائل الحلوة. عطرية مكسيكية، الملح، واحد جوج دريسات ديال الثومة، شوية الكمون، البزار، شوية سكنجبير، وعندي هنا تحميرة فيمي. عندي هنا واحد 3 معالق الخل. عندي هنا لامودار دا لونسيان، اللي ما عندوش هادي اللي كتباع كما كتشوفوها اللي كتكون محببه، اللي ما عندوش ديك لاموطارد العاديه حتى هي مزيانه. وهنا عندي هذاك لاصوص باربيكيو كما كتشوفوا فيها الطيبه ديال الفيمي، هادي اللي كتعرفوها هي. ايوا والسلام، هادشي اللي كاين. ان شاء الله ندوزو نماريناو الدجاج باش يترقد، خصو يترقد ليله عاد ان شاء الله نشويوه. دونك قبل ما نبداو الوصفه ديالنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشدو ديك الطرف الصدر ديال الدجاج. انا استعملت جوج صدور ديال الدجاج وفي خيط. دونك شنو ندير؟ خصني نشرح هاد الصدر ديال الدجاج باش ملي نجي نشوي يتشوي ليا دغيا، مابقاش يكون هكا بالسمك بحال هكا. كنشرحو بحال هكا ونيت يشرب لي خامة مزيان لانه غيترقد ليله كامله. نشرح بحال هكا في يدي، كنديروها بحال هكا. و هادشي اللي كاين الفخد كذلك. شنو نديرو؟ نشرحوه مزيان في فليحات. بسم الله. هما الشرائح دابا هما هادو. دونك هاد الكمية الدجاج راه مزال عندي معاها الفيغميسال، مي غنبغيو نعمرو. دونك تبارك الله راه كتوفي وتكفي. دونك شنو غنديرو؟ كما قلت لكم نعاودو واحد جوج دريسات ديال التومة، سكنجبير، البزار، لي زيبيس مكسيكان المليحة، التحميرة، فيمي، وواحد شوية الكمون. دونك هادو كاملين غنديرهم. غنديرو لا موطارد لونسيان و لا صوص باربيكيو. غنديرو واحد 3 معالق ديال الخل اولا الحامض. هذا الخل ديال الحامض. دونك حنا نستعملو يدينا نقيه ونشكملو هاد الدجاج مزيان. دونك للإشارة نسيت، ما من بعد ما شكملت الدجاج وعن ما ديرتيه حتى نقطة الماء، ديك الشرمولة كتخليوها هكاك باش ما كتحش باش الدجاج ما يطلقش يعاود يطلق الماء. شنو ضفت وقت سيدنا موسى شوية، وغنضيف واحد لو ميلونج عندي فيه هذا لو ميلونج دو بات، راه كيتباع عند مول الحلويات حتى هو، كيكون فيه حار كيكون فيه السودانيه. انا حيت ما عنديش الهريسه غنستعمل هذا، عيجي من الطراز العالي لانه فيه شويه ديال لازيرب، كيجي الدجاج منكه. قد ما الدجاج كيجي منكه كيقدر قد ما كيجي لذيذ جدا. دونك ضروري شويه ديال الحار وصافي. غنخلي هذا الشيء هكا وغنغطيه ونخليه يترقد ليله كامله اولا كاع يومين هو في الثلاجه، وديك الساعه عاد نشوفوا التتمه ديال الوصفه. الدجاج ديالنا هو قدته واحد اليومين في الثلاجه كما شفتوا. دابا غندوزو ان شاء الله نشويو، ولكن قبل ما نشويو غنديرو فيه شويه الزيت، لان القامه درناها بلا زيت. نديرو فيه شويه زيت زيتون وغندوزو ان شاء الله ان شويه. ها هي ديك تاع سخن كما كتشوفوا، ها نتوما ديك تاع سخن. شويه كما تشوفوا ديك تاع كتسخن، ديكت فيها حيت شويه ديال الضو. ممكن تشويه في المجمر كان احسن، انا حيت ما غنشويش في المجمر. دونك شنو درت؟ شديت واحد جوج هذا فاخر وخليته، ديكته هنا فوق هاد لاكري، وباش يطلق ديك الدخان ديالو
ويجينا فيمي الدجاج ديالنا يجي منسم بدك بحال تقولو ديكتو في الفخر. دونك شنو عنديك؟ عندنا شاد الدجاج صافي ندهنو بدك الزويته ونحطو ان شاء الله فوق لاكري كيتشوا شاك بالقامة ونرجعو ان شاء الله من بعد ما يتشوى الدجاج كامل ويطيب يتشوى ونرجعو ان شاء الله نكملو الفيديو ديالنا. من بعد ما ديكنا الدجاج يتشوى دونك هنا شنو عندي هو نديرو الفيرميسيل ديك الماء يغلى يغليان ها هو غليان غنطفي عليه وعندك فيه الفيرميسيل الفيرميسيل اللي كترتاح فيها انا ديك هاد الفيرميسيل ديال الغوز نديرو الفيرميسيل الاخرى العاديه نديروها اللي بغا كترتاح في شي وحده يديرها دونك نديرها في الماء غليان ونخليها واحد 10 دقائق وغنصفيها ان شاء الله ونقطعها. الفيرميسيل وجدات دابا نقطعوها بحال هكا بالمقص صافي نقطعوها باش ما تبقاش طويله. كناخذو ديك الطاسه اللي كنمرقد فيها داك اللحم واللي شويناه دونك قطعناه على هذا الشكل دونك هو مشوي مقطع ها هو كله واحد الرويحه طالعه منه غزاله دونك ها هو. وهذيك لاصوص اللي بقات في الطاسه اللي خدينا من اللحم اللي فيها الزويته بلديه وفيها ديك العطريه كنديرو فيها الكميه ديال الفيرميسيل اللي غنخلطو مع هذاك اللحم الدجاج دونك نديرو الكميه ما نديروش كثير باش ما تجيش كل الهم فيها الشعريه كثيره ونبداو نخلطو. دونك شنو نضيفو؟ نضيفو لهاد لاصوص هاد الفيرميسيل نضيفو ليها ريكوتا دونك ضيفو فرماج مثلات اللي بغيتو اللي متوفر عندكم واللي في الامكانيات ديال كل انسان راه كيديباني راسو كاين الحلول دونك فرماج مثلات اي حاجه مهم تكون فرماج باش كيعطينا مع هاد الدجاج هذا لان الحشوه شنو فيها؟ فيها الدجاج وفيها الفيرميسيل دونك ما فيهاش شي خضار العتلي لينا دونك اللحم باش نرطبوها ونعطيوها واحد لا كونسيستانس رطبه وتجي زوينه الحشوه ومعلكه او ميم طون كي خصنا الفرماج وخصنا لا كريم فريش حتى هي. دونك انا استعملت هاد لا كريم فريش ايبيس ها هي سميتها غران كور دونك كتجيني ايبيس خاطره شويه شتوها نتوما ماشي ديك الخفيفه باش ما تمرج ليكمش ها نتوما شتو كي دايره دونك باش ما تمرج ليكمش الحشوه ديالكم ديك واحد جوج ما بقات وغنضيف الفرماج الاحمر حتى هو دوك الساعة نشوف ونحرك ونحاول هاديك ريكوتا نعفسها مزيان مع ديك الفيرميسيل وعاد نضيف اللحم وداك الساعة كنستعمل الذوق ديالي نذوق نشوف إلا كيخص شوية د العطرية اللحم راه عندنا منسم مزيان دونك محتاجيناش حتى شي زيادة دونك كنكتفيو بهذيك الترقات ديال الدجاج راه تبارك الله شرب القامة ديالتو جا مرقد غزال راه منسم رائع. دونك نخلط ان شاء الله ونرجع لكم. استسمح سحب لي وريت لكم اللقطه دونك من بعد ما خلصنا ديك الفيرميسيل مزيان مع داك الفرماج وندمج معها مزيان والريكوتا انسجمت مع الفيرميسيل وداك الفرماج الاحمر وديك المعلقه كبيره ديال الكريم فريش ضفت ليها دابا الدجاج ديالي المشوي مقطع ومدا نحرك مزيان تنسجم تنسجم العناصر كلها بعضياتها ويتشرب لينا حتى اللحم يتشرب لينا لا كريم و سيغمون نضيفو لا بواط كامله د لا كريم صافي والفيرميسيل راه كافي دونك ما نزيدش على هاد الكميه تبارك الله الحشوه زاكيه شتو كيفاش كتعطي كتعطي كميه لا باس بها تبارك الله صباح النبي دونك ديك الكميه ديال الدجاج مع الفيرميسيل راه تبارك الله الخير والبركه دونك شنو نضيف نزيد نضيف لا كريم فريش كامله لا بواط كامله دونك حاولوا ما امكن ما ديروش لا كريم فريش ليكيد اللي كتكون خفيفه ديروا لا كريم فريش ايبيس دونك كاينين ماركات بزاف دونك اللي صادفاتو هاد الماركه يشريها دونك شريتها من اسيما صافي
غنكمل وندوق الخليط ديالي وعندوز ان شاء الله نلويه في الوقت. دونك كتاخذوا الوقته كبيره ونقطعوا منها هاد الجنيبات هادو اللي كيكونوا يابسين بحال هكا، ندوق عليهم بحال هكا كنحيدوهم. ضروري كيكونوا باش تجينا الفينيسيون ديال البريوه ديالتنا مزيانه. قطعنا الوقع على نص وغنستعمل نص هكا فرق الوقع مع الحال سخون اللي هو في المنديل ديالكم بحال هكا، ونبقاو نهزو وريقه بوريقه ان شاء الله. دونك ما ندهنو ما حتى حاجه، صافي نشدو بحال هكا نطويو. دونك انا بغيتهم بريوات كبيرين دونك الاكل كنزيد فيهم هاد القياس كما كتشوفوا، صافي ونفورميو مثلث ونعمرو الجنيبات بحال القاعده. نقطعو نديرو الفينيسيون ديالنا كيجيو بيان فيني. بغيتو ديرو ليهم الطحين شويه طحين دالما لصقو هاد الوقاده، ما بغيتوش كديرهم يتكونجلاو بحال هكا صافي، ومي كديرهم يطيبو الفران راه كيجيو شادين لافورم ديالهم ما كيتخسروش. دونك نستمرو بهاد الكيفيه تنساليو البريوات ديالنا ان شاء الله. نسيت ما قلت لكمش، المهم جي المبتدئات الجهه الحرشه دائما الفوق دائما وابدا في اي حشوه في اي بغيوات، المهم استعمال الوقا دائما. بالنسبه للحشوه باش تجيكم الحشوه اكيليبري ديالكم باش تجيكم قياس واحد، دونك ديروا واحد المعلقه هكا باش تاخذوا بها القياس من غير فاس صغيره، تجيكم بغيوات ديالكم فيها نفس الحشوه ومتقدين كاملين في نفس التقاطع وصافي. هادشي اللي كاين ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نوجدو البريوات ديالنا. بريواتنا حنا لويناهم تقريبا تبارك الله رزقات، خرجت تقريبا شي 40 بريوه. دونك بالنسبه للطياب، شنو كنديرو؟ نديرو الزيت، ندير واحد شي زديفه فيها الزيت، ندير فيها شويه البزار واحد شويه، ندير شويه الملحه، وندير لي زيبيس مكسيكان اللي استعملت في الحشوه واللي كانت لاباس ديال هاد الحشوه هادي واللي كتعطي واحد النكهه غزاله. دونك هكا كنحركو غير الزيت وهادشي دونك باش تجيكم وقتكم مقرمله مقروشه صافي. وكندهنوهم كنشدوهم وكندهنوهم هكا هادي صافي، ندهنوهم هكا وندخلهم ان شاء الله. تجي الوقه منها من السما حيت الوقه ما كتكونش فيها الملحه كتكون باسله، وهنا منها الوقه تجينا من السما ومنها كتعطي النضير لهاد البريوات ديالنا صافي ان شاء الله. ونزيدو كاع اللي بغينا نحطو عليهم هكا لما جاتش كثيره ما كيزلق صافي، وغنشدوهم ونطيبوهم عادي الفران سخنوه ونقصو عليه وخليهم يطيبو مزيان باش طيب الوقة كاملة من الداخل ما تبقاش طيب ليكم عاد تكاوش ليكم الفوق ويبقى ليكم الداخل الوقة خضراء. دونك قبل ما نسالي الفيديو ان شاء الله، واحد ملاحظة للمبتدئات، دونك هاد اي حشوة عندكم بالورقة ديرتوها سواء هاد الحشوه ولا حشوه اخرى بالورقه وكونجليتوهم، من الكونجيلاسيون ديريكتومون كتدهنوهم وكتدخلوهم الفوق ديالكم ديجا سخون، ماشي كتخليهم يطلقوا عاد تطيبوهم الورقه كامله عاد تقطع.
دونك كانت هذه اونتر بارونتيز. نتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يكون راق لكم وعجبكم، وصدقوني جربوا هذه الحشوه، هذه كتجي لذيذه جدا واروع ما يكون. هذاك الشيء اللي كنديروا في داري الوليداتيه كنتقاسموا معكم، والحاجه اللي كتجي لذيذه، دونك هذا الشيء اللي كاين. نتمنى الفيديو اليوم يكون راق لكم وعجبكم، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.